كان اختبار لينا حقيقي ان احنا ازاي هندير ازمه زي دي، لان القريه هنا قريه غرب اسوان مش من قرى حياه كريمه. بدنا نحصر الاحتياجات الفعليه للناس ما بين اضرار في البيوت بتاعتهم ما بين اضرار في الاجهزه. بدنا نشوف بعض الاهالي نوفر لهم حوالي تجهيزات ل 150 شقه فندم، وبدانا نشتغل في بعض البيوت اللي كانت متهدمه زي البيت ده فندم، بيت الحاج منسي. نتكلم بسيادة رئيس الجمهورية في منزلنا المتواضع، منزل المرحوم مرسي عبد الماجد صالح. احنا جاي عشان كده، احنا البيت احنا ما لبسناش حاجه غير خطيبك انت. البيت كله وجع تحت، واحنا جايين عشان نعمل الله يخليك. انت وشك خير علينا والله والله. يوم المطر قلنا في خير جاي، في خير، انا الخير وصل النهارده. انا متابع الموضوع كله من اول ما حصل كده، وطبعا عارف حجم المشكله. يعني الحمد لله، يعني البيوت اللي كانت بظروفها مع السيل هي اللي اتضررت جامد، وطبعا البيوت اللي برضو من مبنيه كده اتضررت من المطر. البيوت مبنيه من 100 سنه، دي من 100 سنه اشتغلنا هم اللي بنوها. والله البيوت دي مبنيه من 100 سنه، ربنا يجعلها عمرانه. والله ده عمرانه بفضل خدومك لينا يا سياده الريس. ربنا يخليك يديك عمر ان شاء الله. يعني مش عايزين حاجه، احنا كنا بنشوف يا سياده الريس انجازاتك في التلفزيون، الانجازات اللي انت بتعمله، العاصمه الجديده اللي انت بهرتنا بيه في التلفزيون، ولا حياه كريمه اللي كنا بنشوفها في التلفزيون. كنت بقول يا رب ده فين ده؟ ده فين ده؟ لما شفناه على الواقع احنا سعادتنا مش متوقع، يعني مش قادرين، اللسان عاجز 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 للتعبير. طب مش هقول لي انتوا عايزين حاجه، طب الناس اللي هنا مفصلين. انا جاي عشان كده. والله والله كله متضرر من السيول ديت. نعم كله متضرر، يعني انتوا اي ضرر هنشيله. السلام عليكم. السلام، نورتنا وشرفتنا سياده الريس. الله يخليك ونورت اسوان كلها. النور بيك. بلدكم بس شن عمرها ما هتتخلى ابدا عن اهلها، ولا هتسيب ضرر الا لما ترفعه، ولا مشكله لما تحلها. وده دورنا، ده موضوع ما بنعملوش لحقكم. ان احنا نيجي هنا نطمن عليكم. كل قرى مصر، مش بس غرب أسوان وسهيلة، كل قرى مصر، كل قرى مصر احنا حاطين لنفسنا خطة ان احنا نخلصها في 3 سنين. نخلص ايه؟ نكرر. هنخلص ايه؟ هنخلص الصرف الصحي، هنطمن على مية الشرب، هنطمن على الكهرباء. يا ريت احنا السنه الاولى بقى من ال3 سنين. هو عشان خاطر ان شاء الله. حاضر ان شاء الله. ربنا يخليك. هنقول ده مش بدل حد، لكن ايه نزود ده دكتور مصطفى على ال بعد اذنك. احنا اسوان 5 مراكز كنا بدانا السنه دي حضرتك، في مركز كومومبو وادفو ونصر النوبه. فاضل لنا كان مركزين السنة الجاية، اللي هو مركز أسوان اللي فيه القرية هنا، قرية غرب أسوان، ومركز ضراو. دول اللي كنا هنبدأهم السنة الجاية. فالحركة لو أمرت يعني هنبدأ هنا على طول، هنبدأ على طول هنا. تصورش كنا بنحبك قد ايه، زادت محبتنا لما جيت حسيت بينا وجيت عندنا في البلد، واحنا يعني قمه السعاده النهارده. ويا ريت يا ريت حياه كريمه تستمر معانا ويشوفوا مطالبنا. احنا في حاجات كتيره في البلد كنا نتمنى انها تتحقق، ودلوقتي متاملين في خلال الاسبوع اللي شفناه من حياه كريمه انها هتكون احسن من اللي كنا بنتوقعه. لما حصل السيل عجلنا بالخطه يعني، وقلنا نخش هنا عشان نخفف الضرر ونشيله يعني. لكن احنا كده كده كنا جايين، ولو حد منكم بيزور القرى اللي احنا شغالين فيها، ولادنا وبناتنا ولاد مصر شغالين فيها، هتجدوا ان احنا اللي انا بقول عليه ده بيتعمل مش في قريه واحده، فالاف القرى. انا نسيت كل حاجه، نسيت كل حاجه. الله يخليك علينا. كل سنه يا فندم. انا صغير حضر رعيه قومي. فرحين زياره كريمه ان شاء الله في شهر 2. هي في
وقفت هدت على الحال. الدر وقع على حاجه العروسه قبل ان شاء الله كده هتخلص ان شاء الله باذن الله. اي نعم احنا اضطرينا وزعلنا وخالص بس حسنا والخير اللي احنا شفناه واكبرها طبعا احنا شفنا حضرتك يا حضره الرئيس. ربنا يعينك على حكم مصر، ربنا يخليك لمصر، يكفيك انك انت كنت جندي في ديش مصر والان حاكمها. ربنا يا رب يبعد عنك ما يسمون باعداء النجاح. الله اكبر.